فرح دائما بنحكي عن انه اجى الصيف ولازم نحافظ على جسمنا، ودائما في يمكن خضار وفواكه موسميه يمكن بتميز كلهم طيبين. كلهم طيبين، لكن اليوم بدنا نحكي شوي عن اهميه الخضار والفواكه الموسميه، وهي من اهم المصادر الغذائيه لجسم الانسان بفصل الصيف. خضرواته وفواكهه اهميه الاعتماد عليها لتحقيق الغذاء المتوازن والمتكامل للجسم بظل الظروف الاقتصاديه. كيف فينا نوازن؟ كيف نلاقي بدائل كمان؟ لنحكي عن هذا الموضوع معنا أريجة درويش اخصائيه التغذيه. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. صباح الخير أريج. صباح النور. اليوم مثل ما قالت زينب اجى الصيف واجى معه الفواكه الطيبه المتنوعه كثير، يمكن بتنوع اكثر من فصل الشتي حتى. خبرينا اليوم شو هي اهم المصادر الغذائيه، وين موجوده ان كان بالخضار او بالفواكه؟ تمام. هلا احنا في عندنا الفواكه بتحتوي على كميه كثير عاليه من الالياف وعلى كميه كثير عاليه من الفيتامينات اللي بيحتاجها جسمنا بشكل كثير كبير، فنحن بنقدر نستعيد عن انه نحن ناخذ المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على الفيتامينات او المعادن بالفواكه الموجوده حاليا، حتى بنقدر نحن نستهلك هاي الفواكه بكميه كبيره لحتى نقدر نحن نخفف من الوزن. طبعا في عندنا هلا الفواكه الموسميه الموجوده بتساعدنا على تخفيف الوزن بنسبه كثير كبيره، وفي عندنا كم نوع من اهم الانواع اللي مفروض يكونوا موجودين لنقدر نخفف الوزن. أهم هي التفاح. التفاح نحن مفروض ناخد تقريبا 2 لـ3 حبات بالنهار، تحتوي على كمية عالية من الألياف وعلى كمية عالية من البكتين اللي بيعطينا نحن شبع لفترات طويلة. كمان التفاح يعني الكبير صار غالي، هذا الصغير السكري شو وضعه؟ نفس الشيء، نحن عندنا نفس الالياف والبكتين موجوده نفس الفائده. تماما يعني نفسها. عم نحكي بدائل، بتعرفي في اسر ما فيها تجيب يمكن او عدد كبير، فممكن تستعيد عنه بالموسم السكري بالصغير. ما في مشكله، لانه هي كميه الالياف نفسها بتكون موجوده بكل الانواع. في عندنا كمان الشيء الثاني اللي هو الموز، كمان كثير شوي هلا غالي، بس لازم يكون نحاول يكون موجود على القليله مره بالاسبوع، لانه بيحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم يلي كثير بتساعدنا نحن حتى نقدر نضبط الحرق بالجسم بشكل صحيح. هدول من اهم النوعين اللي نحن لازم نقدر ناخذهم، ويكون نحاول يتوفروا بشكل يومي. في عندنا الحمضيات هلا موسمه وكمان هلا رخيصه، فيها الفيتامين سي. الفيتامين سي له دور كثير كبير بضبط الانسولين، والانسولين هو الهرمون المسؤول عن ضبط السكر بالجسم، فنحن وقت بنضبط الانسولين بشكل صحيح بنقدر نحن نسيطر على زياده الوزن او حتى نخفف من تراكم الدهون بالجسم. حلو. طب خلينا نحكي شوي أريج، يعني كثير مثل ما قلنا فواكه الصيف مميزة، في ناس كتير بتقلك في فواكه معينة بس تاكلها بيزيد وزنها، في فواكه بتزيد الوزن بشكل كبير، يعني هلا عنا مثلا العنب بيقول كتير في سكريات، التين في كتير سكريات، فخلينا نعرف الفواكه اللي بده يخفف وزنه الممنوعة والفواكه المسموحة. تمام. هلا نحن في عنا شيء اسمه المؤشر الجلاكتوزيمي، هو نسبة رفع السكر بالجسم. في عنا فواكه بترفع المؤشر الجلاكتوزيمي بسرعة، في عنا فواكه بترفعه ببطء. أكثر شيء اللي بيرفعه بسرعة هو مثل ما قلت التين والعنب، بيرفعه بشكل كتير كبير. في السكر كتير. تمام. فبدنا نحاول نحن نخفف منه. التين مسموح 2 لـ3 حبات، مو اكثر من هيك، والعنب كمان بين تقريبا 12 لـ15 حبه. هدول اذا الشخص بده يخفف وزنه لازم شوي يخفف من هدول النوعين من الفواكه لحتى يقدر يضبط السكر بشكل صح، اما بقيه الفواكه كلها بفيه ياخذها بس بالكميات الصحيحه. اغلب الناس مثل ما كنا عم نقول انه بيحبوا الفواكه وبينوعوا كثير بالفواكه، لكن عم تنصحيهم أريج انه ما تكون الكميه كثير كبيره. خبرينا أكثر كيف الشخص ممكن ياخذ حاجته من هي الغذاء، وشو هي الفترات اللي بتنصحي انه فعلا بيقدر فيها يتناول الفواكه بالكميه اللي بتحددي او اللي بيحتاجها جسمه. تمام. هلا نحن اول شيء المهم الاعتدال بكل شيء بالنشويات او بالبروتين او بالكربوهيدرات اللي نحن رح ناخذها. اهم شيء الواحد يكون عم ياخذ حاجته لا زياده ولا نقصان، لانه نحن في عندنا كل 3500 كالوري بناخذها زياده خلال الاسبوع كامل بتسبب لنا زياده نص كيلو بالوزن. تمام. فنحن بدنا نحاول ناخذ كل شيء بكميات معتدله. بالنسبه للفواكه افضل وقت انه الواحد، في كثير عالم بتستعيد عن الفواكه بوجبه الفطور، يعني بتفيق الصبح بتاكل موزي مثلا، هذا الشيء كثير غلط، كثير بخربط مستويات السكر بالجسم خلال النهار. فنحن افضل وقت لحتى ناخذ الفواكه هو قبل وجبه الغداء بربع ساعه لنص ساعه تقريبا. ممكن ياخذ اي نوع من الفواكه بحبها، ما ياخذ الصبح ولا ياخذ بوقت متاخر. تمام. اما بالنسبه للبروتينات فكمان هي لازم
تكون عم ناخذها نحن بشكل متكامل، بدنا نحاول نركز اكثر شيء على البقوليات. البقوليات كثير بتعطينا شبع لفترات طويله، حتى بتحتوي على الفيتامينات اللي بنحتاجها وعلى الالياف اللي بنحتاجها، فبتعطينا شبع لفترات طويله وما بتخلينا نجوع. وكثير مهم انه هي بتضبط مستوى السكر بالجسم بشكل صح. طب خلينا نحكي شوي عن تقسيم يمكن مصادر التغذية بجسم الإنسان. في كتير ناس مثلا ما كتير بتحب البروتينات إن كان من اللحوم أو كان من الخضروات، في ناس بتحب تأكل النشويات، دائما متعودة على أكل الباستا البطاطا القصص السريعة، وفي ناس تحب الكربوهيدرات مثل الأرز البرو القصص اللي نحنا كتير. كيف في الواحد يوازن بحيث أنه لأنه بنعرف دائما ممكن يكون الوزن مانو كتير بس توزع الدهون بالجسم بشكل غلط، فهي هي كمان إلى علاقة بتقسيم الوجبات يمكن. تمام أكيد. هلأ نحن تقسيم الوجبات شيء كتير مهم، في كتير ناس بتقطع وجبات ما بتاكلها، وفي كتير ناس بتوقف مثلا على 5 أو على 6 ما عاد بتاكل ولا أي شيء وبتسهر لفترات طويلة. تمام. هي بتفكر أنه هون صحية كتير، هذا الغلط كتير كبير. مفروض آخر وجبة تكون قبل النوم تقريبا بساعتين لـ3 ساعات لحتى نقدر نضبط السكر صح. أما يلي بيبقى فترات طويلة بدون أكل فحيفي الصبح كتير جوعان ومستوى السكر كتير نازل عنده، فحياكل. حتى في كتير ناس بتتجه لأكل الحلو الصبح مع القهوة، بتقلك ما فيني بدونه، لأنه بيكون الصبح المساء موقف أكل بوقت كتير قليل. تمام. فلازم آخر وجبة تكون قبل 2 أو 3 ساعات لحتى نقدر نحن نسيطر على أكل الحلو أو البروتينات خلال النهار ببقية النهار كامل. ليش كثير من الاشخاص لما نسمع انه بياكل كثير مثل ما كنا عم نحكي زينب انه بياكل كثير بس ما بينصح، واشخاص ثاني يمكن الوجبات اللي بياكلوها هي اقل بكثير من الاشخاص وعندهم زياده وزن، ليش بنشوف هذا الشيء؟ تمام. هلا هي احيانا بنشوف شخص ضعيف هو وقاعد عم يعرق مع انه هو ما عم يبذل اي جهد ولا عم يعمل شيء، هون بتكون نسبه العضل عنده كثير مرتفعه. نحن الحرق بالجسم بيعتمد على الكتله العضليه الموجوده بالجسم، هي اهم شيء لحتى نقدر نحن نرفع الاستقلاب بالجسم. فيلي بيكون حتى بنلاحظ عند الأكثر شيء العمال اللي بيشتغلوا أعمال يدوية اللي فيها جهد أو نشاط بدني كتير، أو بتكون نسبة العضل كتير عالية عندهم مع أنه بيأكلوا وجبات أكثر بكتير من الشخص العادي، بس بيكون الحرق عندهم كتير سريع. فنحن أنه نحن نمارس نشاط رياضي كتير مهم لنرفع كتلة العضل لنقدر نحن ما نزيد الوزن. يعني الشخص اللي بيكون عم يأكل كميات كتير صغيرة وعم ينصح ممكن تكون كمية الدهون عنده كتير عالية بالنسبة لكمية العضل، فلازم يشتغل على رفع الكتلة العضلية لحتى يقدر هو يوازن بهاي القصة. يعني دائما الرياضة بتنصحي فيها؟ أكيد. للشخص اللي بده ينزل وزنه أو للشخص اللي بده يزيد وزنه الرياضة كتير مهمة، لأنه حتى الشخص النحيف اللي بده يسمن بيلاقي صعوبة كتير كبيرة حتى أكثر من الشخص اللي بده ينحف. فنحن بننصحه برفع الكتلة العضلية لحتى يزيد الحرق بالجسم، لأنه إذا ما عنده كتلة عضلية ما حيكون في عنده حرق، فهو بالتالي ما حيجوع فما حياكل. تمام. فكمان حيرجع لنفس القصة. فالرياضة كتير مهمة للشخص اللي بده يزيد وزنه أو بده ينزل وزنه. كنا عم نحكي أريج إنه ممكن كتير في عالم هلا ما عاد راحت على الأندية بسبب كان العزل المنزلي اللي كنا عايشينه وبعض الظروف فرح، فاستعادت عن هذا الشيء برياضة المشي يمكن أو الجري. هل هي كافية أول شيء لأي حدا للحفاظ على وزنه؟ ثاني شيء خلينا نعرف كتير من الناس بتقلك بدي أكل شيء مسلوق، بيسلقوا كل الخضرة مع أنه بتفقد شوي من فيتاميناتها، كيف فيهم كمان إذا في كان معتقدات خاطئة نصححها لهم؟ صح. هلا اول شيء بالنسبه للرياضه العالميه اللي هلا عم بتبلش بالمشي، هذا شيء كثير منيح لانه المشي بيرفع كتله العضل كثير. هلا احنا بنتجه لتمارين الايروبيك او الحديد او هاي الامور لحتى نقدر نرسم شكل العضله بشكل صح، بينما المشي كتير مهم لرفع الكتلة العضلية، بس لازم يكون إذا كان 30 دقيقة أول 10 دقائق بنمشيهم ببطء، ما لازم نمشي بسرعة. 20 دقيقة يلي بعدهم بنزيد السرعة وبنمشي أكثر بسرعة، هون نحن بنرفع كتلة العضل بشكل صح وحتى بنسرع الاستقلاب بالجسم. بالنسبة للسلق تمام. طبعا نحن أول شيء كتير بنفضل السلق أو الشوي أكثر من القليب كتير، لأنه السلق في عنا تنفقد فيتامينات بنسبة شوية كبيرة لما نحنا منسلق، بس أكيد لما نحنا منكون ما عم نعرض هاي المواد للقلي ونعرضها لزيوت كتير حتكون مضرة فحتكون أفضل. فنحنا نحاول حتى لما بدنا ناكل شيء مسلوق بس إنه ناكله بفترة قريبة، يعني ما نحضر الشيء من الصبح ونجي ناكله المساء. تمام. يكون فترة قصيرة حتى هذا. بالنسبة للعصائر إذا نحنا بدنا ناخذ مثلا عصير برتقان الفيتامين سي بعد نص ساعة بيتخرب فنحنا ما عاد نستفيد منه، فكتير غلط إنه نعصر كميات كبيرة ونخليها، لازم نعصر كل كمية اللي بدنا نستهلكها وكل ما بدنا نعصرها بشكل مباشر ما نخلي كميات كبيرة.
هذا الشيء كثير بنشوفه زينب، انه اوقات بيتم عصر كميه كثير كبيره بتنحط بالبراد، مشان كل ما الشخص حب يشرب كاسه برتقانيه تكون موجوده، وهذا اخذ من الاخطاء اللي كثير بنشوفها عند الناس. المفروض يكون بشكل مباشر. تمام. كمان بنشوف كثير اشخاص بيحبوا ياكلوا الفواكه قبل النوم على السهره، يمكن بيكون في مسلسل، في شيء حابين يتسلوا، بيحطوا الفواكه وبياكلوا. قد ايش هذا كمان خاطئ؟ يمكن هي نسبه السكريات بتكون بترفع، بترتفع كمان، وبيؤدي لزياده الوزن. تمام، اكيد. مثل ما قلنا انه نحن الفواكه لازم نستهلكها بفتره قبل الظهر، يعني اما بدها تكون بين وجبه الفطور والغداء، ويفضل انها تكون قبل وجبه الغداء بربع ساعه لنص ساعه، هذا افضل وقت نحن بنقدر ناخذ فيه الفواكه. نعم اريج، يعني حكينا كثير معلومات عن نظام غذائي والصيف والخضروات والفواكه المميزه فيها، ان شاء الله كل يعني العالم يكونوا استفادوا من هي القصه. أكيد فرح. زينب مو بس هيك، اليوم كنا عم نحكي عن الظروف الاقتصادية الصعبة اللي نحن نوهنا عليها بالبداية، ننصح العالم نحن بأنواع معينة من الخضار، ننصح بأنواع معينة من الفواكه، لكن اليوم ما فينا ننكر أريج هي الظروف اللي شوي صعبة مبعد عنا، ما بدنا نقول فيكم تاكلوا هذا النوع أو هذا النوع، خلينا نقول هي أهم المكونات الغذائية وين بتكون موجودة، سواء بالخضار أو بالفواكه، وتكون شوي مناسبة لجيوب العالم. طيب. ناخذ فيتامينات وكمان ترتاح جيبتنا شوي. هلا كثير مهم انه نحن نعتمد على الشيء الموسمي، يعني ما نحاول مثلا هلا ما في لنقول ما في اناناس، فما نحاول نحن نتجه لهي الاكلات، ناخذ من الشيء الموسمي الموجود. هلا اكثر شيء الحمضيات موجوده والتفاح والموز، نحاول نعتمد عليهم بشكل كثير كبير. بالنسبه للبروتينات نعوض عن اللحوم والدجاج والسمك، فينا نعوض عنهم بالبقوليات. يلي بيعاني من نفخه او صعوبه شوي بسبب البقوليات فيه هو ياخذ الكمون، كثير مفيد وكثير بيساعده انه يخفف من هاي الاعراض. كمان نحن فينا نرفع، كل ما رفعنا حراره الجسم كل ما كان الحرق عنا اسرع، ففينا نعتمد على الزنجبيل والقرفه، الكركم فينا نضيفه للفلفل الاسود كمان، هذا كثير بيرفع معدل الحرق بالجسم. وكثير مهم انه الزنجبيل ناخده هو واخضر، ما ناخده اليابس او يلي بيكون بظروفه، لانه بيكون هو اساسا فعاليته. فنحن نحاول ناخذ الزنجبيل الاخضر نضيفه للمشروبات او حتى نضيفه للشاي الاخضر. نعم أريج، مثل ما قلنا كثير معلومات عطيتينا اياها، بدنا نتشكرك كثير على هي المعلومات، وان شاء الله الكل يكون استفاد منها. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك أريج. شكرا.